عايزين نتكلم برضو مع حضرتك، تشرح لنا بشكل مفصل شوية ايه هي المكاسب الاقتصادية والسياسية اللي هتعود على مصر من رئاستها للاتحاد. طبعا الاتحاد الافريقي مدام قد طرح مبادرة، واحنا شفنا ان المبادرة ممكن انها تكون يعني اداة قوية لدورنا، بحيث ان احنا يعني to live and let live، احنا نعيش وهم يعيشوا، نخدم بعض. احنا مثلا حضرتك ذكرت طريق القاهرة الكيب، احنا بنقول القارة الافريقية من اوائل الثمانينات وضعت مخططا لمشروعات طرق قارية عملاقة عابرة للقارة. يعني طريق الساحل الشمالي اللي احنا عارفينه عندنا ده جزء من طريق الساحل الشمالي اللي واصل للمغرب. يفترض ان في طريق الحج القديم اللي هو يمر من دول جنوب الصحراء ليصل الى السودان واثيوبيا ومصر، ده ما يفترض في طريق. طب الكلام ده ما بيتعملش ليه؟ طريق القاهره الكيب ده كان طريق استعماري، بريطانيا يعني مدت خطوط سكك حديديه فيه، لكن عنده مشكلتين واحنا فكرنا فيه. عنده مشكلة ان الحدود مش الحدود القياسات المعيارية لخط السكة الحديد في السودان اصغر من اللي موجود في مصر، وده كان هدف استعماري لكي لا تسمح بريطانيا لمصر بانها تدلف الى السودان. يبقى دي فيها مشكلة وعايزة تعديل. ايضا منطقة البحيرات والممرات الجبلية اللي موجودة، السكة الحديد يعني في مسافة مشكلة الأمن كمان 550 كيلو متر في المنطقة دي، إنما بقية الطرق موجودة. فإذا يبقى احنا عندنا مشكلتين اللي هي السودان وجنوب السودان والمنطقة اللي هي بتاعة البحيرات. نعمل ايه علشان نتصرف في المنطقة دي؟ دي بقى هنا لو ربطت دي بطريق الحرير ممكن ان احنا نكون الهب بتاع الصين للتواصل مع افريقيا، وندخل الصين شريكا في هذا الطريق. وده من الممكن، يعني 500 كيلو في السكة الحديد دي مسألة عدة سنوات، وتستطيع كل الدول الداخلية ان تجد ميناء على البحر المتوسط. يعني احنا بنتكلم على اثيوبيا دولة داخلية، بنتكلم على جنوب السودان، بنتكلم على اوغندا، بنتكلم على رواندا وعلى بوروندي. انا هوصل الدول دي بالبحر المتوسط. يعني منتجاتها هتكون موجوده في ميناء مثلا غرب الاسكندريه، يعني فبالتالي تصل الى اوروبا باقصى الطريق. انا كمان استوفي احتياجاتي من الماشيه اللي هي الماشيه في افريقيا اورجانيك، يعني دي على مراعي طبيعيه، سواء الاثيوبيه او السودانيه او غيرها. طب ما انا هاخد بالتالي وسيله لحل مشكله الامن الغذائي المصري، وايضا الزراعه المشتركه. طب ما البلاد دي فيها مطر وفيها مستنقعات، المستنقعات دي احنا عندنا علمائنا يعني من ربع قرن، الدكتور طارق شتا والسيدة دكتورة حرمو عملوا في رواندا وبوروندي تطهير على المستنقعات الجالبة للمرض والملاريا وغيره، عملوا عليها زراعة القصب وزراعة الأرز. طب ما أنا أجيب حاجتي من هناك وأوفر المحصولين الشرهين للمياه في مصر، في الصعيد وفي الدلتا، أوفر المياه دي لمحاصيل أخرى. صح. وبالتالي هنا يحدث نوع من التكامل المصري مع الأشقاء، وده خاصة ان احنا بنحاول نفعل اتفاقية التجارة الحرة كمان الافريقية. أيوة. ونعرف انه دي فيها عقبات برضو، فرقات برضو تقول لنا دي بالعكس. بالعكس احنا اقترحنا والامور مشيت، ودلوقتي 48 دولة وقعت و14 صدقوا.